سيادنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم متابعي مشاهدي قناة مشاريع المغرب داخل المغرب الحبيب وخارجه، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. ولازلنا معكم في إطار نقل جميع أخبار وأوراش ومشاريع كأس العالم وكأس إفريقيا بحول الله، خصوصا بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. ومن بعد ما شفنا الحراقية نايضة في المركب، اليوم غادي نمشيو نشوفوا بحول الله ملعب جوج في واحد. نعم مشاهدينا الكرام، إنه الملعب أو الأولمبي. إذن هذا الملعب مشاهدينا الكرام، الملعب الأولمبي جوج في واحد، اللي من خلال الأشغال ديالو اللي غتمكن باش يحتضن مباريات كرة القدم وأيضا مباريات وجولة من جولات الرباط لألعاب القوى، إحدى محطات الدوري الماسي لألعاب القوى شهر ماي من السنة المقبلة. مشاهدينا الكرام، الملعب غادي يوصل السعة ديالو حتى 20,000 مقعد، وإن شاء الله الافتتاح غادي يكون السنة المقبلة بحول الله. هذا الملعب مشاهدينا الكرام غادي يضم مجموعة كبيرة ديال المرافق المتعددة للرياضيين والإداريين والإعلاميين، وتم تخصيص حوالي 49 مليار سنتيم لهذا المشروع الجميل. للإشارة مشاهدينا الكرام، احتمال كبير أن طريقة ديال البناء غادي تخلينا أن الملعب ممكن نزيدو في السعة ديالو، نقدروا نوصلو حتى 30,000 مقعد بحول الله. شكرا لكم على المتابعة، وندخلوا لتفاصيل الملعب وفرجة ممتعة. إذن على بركة الله، هذه صورة شاملة لأشغال الملعب الأولمبي جوج في واحد، مضمار ألعاب القوى وملعب لكرة القدم بسعة 20,000 مقعد. والجميل في الأمر أن هذا الملعب بهذه السعة ما شاء الله ممكن من خلال البناء دياله غادي يمكن لينا نضيفو 3,000 أو 4,000 أو 6,000 مقعد إليه أو 10,000. كاينة إمكانيات بوسيبيليتي باش نزيدو، لأنه غيبقى ملعب مفتوح على إضافة مدرجات جديدة. إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما كتلاحظوا معايا، غنتكلموا على ثلاثة ديال النقاط أساسية. أولا النقطة اللي مهمة، وهي أشغال خاصة بالمنصة الرسمية أو الشرفية VIP، اللي غادي يضم مجموعة كبيرة من المقرات، سواء للرياضيين أو الإداريين أو الإعلاميين مشاهدينا الكرام، ومكاتب منها مكتب شركة سونارجيس مشاهدينا الكرام، ومقر خاص ديال ألعاب القوى. إذا من بعد غادي نتكلموا على هذه النقطة ديال هذه الجهة الغربية. لاحظوا معايا، بعد ما وضعنا، لاحظوا مشاهدينا الكرام في الصورة، طابلة ديال فين غادي نبنيو المدرجات، ما شاء الله بداو كيتوضعوا لي بيلي ديال المدرجات، هما هادو الأساسات. ومن بعد دازوا مباشرة بداو كيحطوا لنا حاملات المدرجات اللي هما هادو، ها هما. وهنا كل شيء غادي يطلع، من بعد كل شيء غادي يتبنى، وبل أكثر من ذلك دزنا المرحلة أخرى اللي هي بدينا كنحطو المدرجات. لاحظوا معايا، ها هما بداو كيتحطو مشاهدينا الكرام، والظاهر أنه غادي يكون من طابق واحد، ولكن هناك فراغ. غادي نتسناو مشاهدينا الكرام باش غادي يبقى الإطارة والتشويق، واش غادي تضاف شي تتمة أو امتداد، أو لا غادي يبقى على هذا الشكل، فغادي نشاهدو هذا الشيء قادم الأيام. النقطة الثالثة، وهي الأرضية ديال ميدان، سواء لكرة القدم أو لا ميدان ديال ألعاب القوى مشاهدينا الكرام. اللهم بارك. الفريق SGTM القباج، سوسيتي جينيرال دي ترابو دي ماروك،
خداو على العاتق ديالهم بأن الملعب غادي تكمل في ظرف سنة إن شاء الله. صورة كنزيدو نقربو أكثر. لاحظوا معايا أنا مشاهدينا الكرام شحال غرقوا واحد البوسي هنا ما شاء الله. هنا غتكون البنية التحتية ديال الواد أو الماء، لانستالاسيون جينيرال ديال الري والسقي ومجموعة أخرى ديال البنية التحتية، ناهيك على مجموعة ديال القاعات اللي غادي يكونوا أسفل. لاحظوا معايا هنا أسفل على مدار الملعب. وفي الصورة أيضا عملية وضع المدرجات ما شاء الله. لاحظوا معايا هما هادو حاملة المدرجات. شوفوا مشاهدينا الكرام هادو كيتبناو في لوكال، كل شيء عندهم هنا، عندهم بوست بيطون كيبني ليهم هنا هاد حاملة المدرجات. كذلك عندنا هنا مشاهدينا الكرام ها هما المدرجات جاهزين مع هاد الرافعة، ها هي المتحركة، دايرين ليها واحد السكانة باش كتسهل الماموري وكتربح هاد المسافة ديال 10 ديال الأمتار. أيضا غادي نوريكم واحد الصورة أخرى إن شاء الله. عندنا هنا في لوكال كل شيء في المحل، كان شحال هذيك كنا كنمشيو من مدينة لمدينة باش نجيبو السلعة والمواد ديال البناء. فالحمد لله الأجزاء كلها كتصاوب. أنا غادي نوريكم صورة مقبلة بحول الله، صور من عين المكان. لاحظوا معايا هنا لي غاباري، هما هادو هما القوالب باش نوضح لكم مصطلحات باش تفهموها. القالب ديال حامل المدرجات هما هادو كلهم، هادو القوالب ديال بلي بانو، كيكونوا مجموعة ديال القوالب. دابا ولاو كيداروا لي بانو ميتاليك، الأمور بدات كتطور. لاحظوا معايا ولي سيبور هنا بالخشب والسرير باش كيتبتوا هاد القوالب، ومن بعد تتم عملية صب الخرسانة في هاد الأماكن. لاحظوا معايا ها هما واقيلا راه بداو كيصبوها، ها هو شتو. لاحظوا معايا شتو ها هما عمرهم، دابا راه طالعين، دابا راه بادين من التحت وطالعين مشاهدينا الكرام. ومن بعد كيحيدوا عليهم بعد ما كيكرم هاد الشيء، كيحيدوا عليه وكيعريو عليه لي غاباري. واش كتعطينا النتيجة؟ هو هاد حامل المدرجات، هادو مبنيين بالبيطون عكس اللي داروا في في أعلى المدرج الثالث ديال المركب أو الملعب مولاي عبد الله. ومن بعد ما كيكرم هاد الشيء مشاهدينا الكرام كتجي عملية وضع المدرجات، هما هادو أمامكم. هنا صورة أخرى من الزاوية الجنوبية. لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، لاحظوا بسبب الغرق اللي كاين هنا لانستالاسيون جينيرال، هنا كلشي شوفوا شحال غارقة هنا تبارك الله. أش غنقول لكم هنا راه كاينة 3 متر و4 5. شوف هنا دايرين باش يقطعوا، دايرين قنطرة هنا، دايرين واحد الجسر باش يدوزوا، لأنه كاين فوسي غارق هنايا مشاهدينا الكرام. وهنا المدرجات هما كيتبناو ما شاء الله، شوم كيطلعوا ومن بعد غادي يوضعوا الماء. هما مازال هادو ما تعراوش عليهم، ها هما هنايا مازال كيعمروا. وهنا يلا كيديروا، شوفوا هنا يلا كيصاوبوا القالب ديالو، شوف كيعمروا بالكاباري ديالو، وغادي يمشي على هذا الشكل هنا وهنا 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 وغيدور. هذه هي الصوره اللي بغيت نقول لكم مشاهدينا الكرام. لاحظوا معايا هنا المصنع في عين المكان، هنا فين كيتصنعوا هنا حاملات او المدرجات مشاهدينا الكرام. كل شيء لوكال، كل شيء في المكان، كل شيء في عين المكان ما شاء الله. شوم هادو لي غاباري القوالب، من بعد كيعمروهم بالاسمنت المسلح المقوى وكيخليهم واحد الفتره. اش كيفاش كيديروا هاد لي غاباري تيكون خاوي، اش كيديروا هما؟ كيكونوا هنا الحداده ها هما ما شاء الله، كيقطعوا الحديد وكيعبروه على حسب هاد الطول هذا 3 متر ولا 4 ولا 5، وعلى حسب الحديد واش 8 ولا 16 ولا 32. والمهم من بعد كيوجدوه كيجيبوه لهذا المكان، ها هو شتو ها هو مقطع مصوب، كيعمروه هنايا مشاهدينا الكرام. ومن بعد تيصبوا له الاسمنت المسلح قوي، وكيعطينا بارات او لا مدرجات مدعمه بالحديد المسلح واجهه الرسا. صورة من الزاوية الشرقية مشاهدينا الكرام للمنطقة الشرقية ما شاء الله. لاحظوا معايا إذا هما بداو كيوضعوا المدرجات هما هادو مشاهدينا الكرام. إذا هنا صورة للجهة الشرقية، هاد المنطقة بداو فيها الأشغال مبكرا مشاهدينا الكرام، وكتلاحظوا معايا عملية تركيب المدرجات
بسم الله على بركة الله انطلقت مدرجات مشا جاهزة. مدرجات مشاهدينا الكرام هانتوما كيفما كتلاحظوا معايا جاهزة وكيتم الوضع ديالها في هاد الأماكن وغادي تمشي على طول كيفما كتلاحظوا معايا كل شيء. هادشي إن شاء الله شهرين فقط شهرين وغادي تلقى الملعب الأولمبي جاهز بالمدرجات ديالو كامل مكمول بحول الله. ومن بعد شهرين غادي ندوزو إلى أرضية الميدان والتجهيز ديالها بالعشب إن شاء الله ومنصات ألعاب القوى بحول الله. إذن آخر الصور خليت لكم هذه الصورة ديال الجهة المنصة الشرفية الخاصة بكبار الشخصيات وأسفل المدرجات غادي تكون عندنا فضاء كبير للإعلاميين. لاحظوا معي مشاهدينا الكرام مكاتب للإعلاميين والإداريين والرياضيين كل شيء هادشي. لاحظوا الغرق شوفوا ما شاء الله كنظن اكثر من 6 ديال الامطار اللي غادي تكون هنا غرق سحيق. والاساسات ديال هاد البنايه اسفل المدرجات ديال مجموعه ديال المكاتب خصوصا هنا انا راه مطلعين النيفو هنا راه كاين الغرق ديال شي 4 ديال الامطار ولا 3 وعاد لازدنا هنا غادي تكون مجموعه تقريبا شي 6 ديال الامطار. شوف المدرج الدروج باش كيطلعوا يهبطوا هنا. اذا لاحظوا معايا القواعد كلها بدات كتعمر بل اكثر من ذلك دزنا واحد صوصولها هو الاول بدا كيبان. اللهم بارك ناهيك على الاشغال ديال هاد الاطربه. كنتو كطرحوا عليا شحال هادي مشاهدينا الكرام اسئله كثيره. هاد الجبال والكراكر ديال التراب السيمو شنو غنديروا بها؟ راه كل حاجه عندها وقتها وكل حاجه عندها الدور ديالها. هي دابا راه جات الوقت ديالها باش كيعمروا بهم الحواف والجوانب لا هنايا ملعب أولمبي ولا في ملعب الخاص بكرة القدم ستاديوم مولاي عبد الله. إذا مشاهدينا الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا أخوكم سي محمد يحييكم. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ودعمنا وتشجيعنا باش نستمر في نشر هذا المحتوى الأنيق والنبيل والجميل. إلى اللقاء يا أصدقاء.
بالعبارة.